بالجيري كانت على من عند الجوارين بعاد، نروحوا كيما الدابوسي، نروحوا كيما العاشور باش تعمر دوك لي جيري كانت تاع 15 ولا 10 لتر وتجيبهم الاخر وتخدم بالكونت قلت والله ما فتره ما فين يطلقونا نهار بنهار يومين معليش ومنفو. انا كي يجيني الماء نهار من 6 تاع الصباح حتى للزوج وما يجيش يومين واحد اخرين معليش نحجر، بصح عندي الماء بصح انا جو بابايا انا شويه روتريتين انا كل يومين نروح نجيب انا سيتينا تاع 250 ميل. اللي يسكن في الحبطه يتحجر الماء حتى لليل، واللي يسكن في العقبه الى صحه القطره راهو مليح. غير 250 الف راك سيتينا فيها 2700 لتر والله العظيم تشد لك يومين. انا دراري صغار يغسلوا من الحوايج كذا تدوش مانيش عارف انا كاين بوكو تشوز. ومع الاخر يبعث لك ميساج يقول لك راح خلص عندك زوج ملايين، وين جاوني زوج ملايين وانا نمشي اجور وضربوا طلع شوفوا هذا المال ما وش يلحقنا يا خويا ولا شتو كاين كاش تعرقين باتوني يا اخي عندكم طونوات تاع السيارات باتوا نطونو يعمر لنا شويه هكذا تيكم ونشدوا اليد به. عندي مدة 10 سنين وانا نخدم في لافاج وجامي صرا هذا المشكل تاع الماء وقطعوا لنا الماء. دوك انا جاي من بلاد بعيده جاي من بلعباس باش نخدم هنا، وليت نخدم نهار بنهار، نهار نخدم حتى للزوج نهار ما نخدمش ما عنديش فايده. بلعونا عليه بلعونا مده الكورونا كاع عام وحنا مريحين ما خدمناش. كي جا هذا المومو تاع الاخر عندنا سيتينا باش نخدموا عندنا تما عليه يغلقونا عليه حتى يوصلوا باش يغلقونا، اثرنا بزاف. وليت دوك انا على الزوج نغلق تما نخدم قيس 80 الف ولا 80 الف واش عندي لي تما نفطر منها نتعشى منها والغدوه من ذاك ما نخدمش. كاين اللي يقول لك لافاج يبدلوا الماء ما كان لا تبذير لا والو، كروسات نغسل نورمال دير كارشير ما يستهلكش الماء اللي هما دايرينه في ريسانو.